الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ استفهام وتعجب. الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ وأنا أعتذر مسبقا لطرح التفريعات وبعض التوسعات خلال البحث التي تعتبر خارج المحور الرئيس للبحث، لكن ماذا نفعل؟ يوجد كثير من المحاور، كثير من العناوين عندما نبحث فنقيد هذه، لكن لكثرة ما قيدنا فصرنا عندما نرجع إلى ما نريد فكأننا نعيد البحث من جديد ولا نعلم ماذا يحصل بعد هذه اللحظة بنا. فنحاول الآن في كل ما يحصل من مجال وفسحة خلال الدرس والبحوث نحاول أن نعطي ما عندنا ونشير إلى ما عندنا ولو على نحو الدلالة على الطريق والسير في الطريق ولو بإراءة الطريق والتحقيق للخطوة الأولى في الطريق، ويبقى على من يريد أن يستفيد وأن يكمل الطريق ويكمل البحث. وأيضا هذه الجهة السابعة يكون الكلام فيها ما يرجع إلى ما ذكرناه قبل قليل من معنى. إذن الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ في بيان تلبيس الجهمية جزء أول في الصفحة 13، في صفحة 13 قال ابن تيمية: ثم قال الرازي: وإني وإن كنت ساكنا في أقصى بلاد المشرق إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد، على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أفضل سلاطين الحق واليقين أبا بكر بن أيوب لا زالت آيات راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة إلى عنان السماء، وآثار أنوار قدرته ومكنته باقية بحسب تعاقب الصباح والمساء، أفضل الملوك وأكمل السلاطين في آيات الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين القويم ونصرة الصراط المستقيم، فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية، فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته بأساس التقديس على بعد الدار وتباين الأقطار. قال شيخ تيمية: وهذا الكتاب الذي صنفه الرازي على عادته وعادة أمثاله من المتفلسفة والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك والوزراء والقضاة والأمراء وذويهم لينفقوا بجاه هؤلاء كلامهم حقا كان أو باطلا، وسواء قصدوا به وجه الله أو قصدوا به العلو في الأرض أو الفساد. لاحظ: وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل أبو بكر بن أيوب، فصنفه وأهداه له ظنا أنه بجاهه ينتشر واعتقادا فيه أنه يختار مذهب أهل النفي، ولم يكن الملك من هؤلاء النفات. لاحظ إذن هذا المديح الإضافي من ابن تيمية للملك، يقول: وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل أبو بكر بن أيوب، فصنفه وأهداه له ظنا أنه بجاهه ينتشر واعتقادا فيه أنه يختار مذهب أهل النفي، يقول: ولم يكن الملك من هؤلاء النفات. إذن يدعي أن الملك على مذهبه، على مذهب التيمية، على مذهب التجسيم والتشبيه. أقول الكلام في أمور: الأمر الأول، الملك الأيوبي العادل، الملك العادل الأيوبي امتدحه الرازي وأيد ابن تيمية ذلك بل زاد في مدحه، أي أنهما اتفقا بالرغم من الاختلاف المذهبي والعقدي بينهما. إذن هذا هو عنوان الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ أقول: فالرازي شافعي أشعري من أهل التقديس والتنزيه، ويكفر المجسمة والمشبهة. قال الإمام الرازي في كتاب معالم أصول الدين: المجسمة كفار، لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون متحيزا ولا في جهة فليس بموجود، ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدث وخالقه موجود ليس بمتحيز ولا في جهة، فالمجسمة نفوا ذات الشيء الذي هو الإله فيلزمهم الكفر.
فقط يعني الآن نحن ليس الآن في مقام التدقيق والتحقيق والتفصيل والبحث في هذا الموضوع، لكن فقط إشارة. الكلام كلام الرازي هنا بما ذكره من مقدمات وما رتب عليه من نتيجة غير تام، واضح؟ يعني الآن الرازي كفر المجسم والمشبه بناء على ما يبني عليه الرازي وليس بناء على ما يبني عليه المجسم والمشبه. التفت جيدا. إذن ما ذكره هنا من مقدمات لا يترتب عليها النتيجة، النتيجة حقيقية صحيحة لكنها هي غير مترتبة على هذه المقدمات، تترتب على مقدمات أخرى، على ترتيب هذه المقدمات وتعديل هذه المقدمات تنتج هذه النتيجة. لا أريد أن أدخل في تفصيل، لكن على أقل تقدير يوجد كلام، يوجد بحث، يوجد نقاش، يوجد تعليق على كلام الرازي. النتيجة صحيحة لكن المقدمات غير تامة. هذا بالنسبة إلى الرازي، فهو يكفر التيمية لأنهم يقولون بالتجسيم ويقولون بالتشبيه ويعتقدون بأن كل ما لا يكون متحيزا ولا في جهة فليس بموجود، فإذن الله ليس بموجود. التفت جيدا. يعني هم يعتقدون المجسمة، ابن تيمية، أتباع ابن تيمية، الوهابية، ماذا يقولون؟ وكل أئمة التيمية يقولون، هم يعترضون على الأشاعرة، يعترضون على المعتزلة، يعترضون على الفلاسفة، يقولون أنتم تقولون الله غير متحيز وليس في جهة، فما كان غير متحيز ولا في جهة فليس بموجود، إذن الله ليس بموجود. هم يحتجون على الجهمية بهذه الحجة. فالرازي قلب الدليل عليهم فقال إذن أنتم تقولون بأنه كل ما لا يكون متحيزا ولا في جهة فليس بموجود، ونحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يكون متحيزا ولا في جهة، وأنتم تقولون من له هذه الصفات فهو غير موجود، إذن أنتم تقولون الله غير موجود. ينطبق عليكم عنوان الكفر. أقول بينما ابن تيمية مشبه مجسم يكفر أهل التقديس والتنزيه، فيكفر الجهمية الأشاعرة فيشمل التكفير الرازي، ويكفر المتكلمين فيشمل التكفير الرازي. إذن ابن تيمية مشبه مجسم يكفر أهل التقديس والتنزيه فيكفر الرازي، لأن الرازي من الأشاعرة، من المتكلمين، من الجهمية، بأي عنوان من العناوين فيشمله تكفير ابن تيمية. أقول إذن فما الذي جمعهما على مدح الملك العادل؟ الرازي، هذه خطوات في الكلام، الرازي كان يعيش في أقصى الشرق في بلاد فارس في طهران، وبينه وبين الملك العادل ما شاء الله كلها في إيران، كلها من بلاد فارس، كلها من الفرس، من المجوس، من الصفوية، من الشرق، إما أصلا وفصلا وموطنا، وإما موطنا أو ولادة. إذن أقول الرازي كان يعيش في أقصى الشرق في بلاد فارس في طهران، وبينه وبين الملك العادل العديد من البلدان والملوك والسلاطين المسلمين، فلماذا خصه بكتاب أساس التقديس؟ فهل يحتمل أن يكون ذلك بدافع المذهب الفقهي المشترك؟ لاحظ، على أقل تقدير يوجد بينه وبين هذا كل ما موجود من ولايات وبلدان حتى يمر بالعراق ويصل إلى الشام ثم إلى مصر، ومن جهة الجنوب يكون أمامه الساحل الغربي للخليج ونجد والحجاز، وبعد هذا البحر، وبعد هذا تأتي مصر. إذن يوجد بلدان كثيرة بينه وبين الملك العادل. إذن فهل يحتمل أن يكون ذلك بدافع المذهب الفقهي المشترك؟ فالرازي الشافعي والملك العادل وعموم الأمراء والسلاطين في وقته كانوا على المذهب الشافعي كما تشير لهذا العديد من المصادر، بل صار المذهب الشافعي هو المذهب الرسمي للدولة الأيوبية، وسيأتي ذكر بعض الشواهد بعون الله تعالى. ومما يؤكد أو يؤيد المذهبية إشارة الرازي للمذهب خلال مدحه للملك العادل، حيث قال لا زالت آيات راياته في تقوية الدين الحق. لاحظ، في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق، دين حق ومذهب صدق، في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة إلى عنان السماء. والشواهد القادمة إن شاء الله التي ستأتي بعون الله تعالى ستؤكد هذا المعنى.
خطوة أخرى أقول بعد ثبوت تكفير ابن تيمية لأهل التقديس والتنزيه وثبوت كون الملك العادل الشافعي أشعري على مذهب الرازي المثبت في أساس التقديس فهل يحتمل أن يكون مدحه له يرجع إلى ما أشاعه التيمية أنفسهم من أن الملوك الأيوبيين ارتكبوا المجازر الكبيرة بحق المصريين فقتلوا مئات الآلاف بل أكثر من مليون وربما ملايين حتى قلبوا مذهب المصريين من الشيعي إلى السني؟ التفت جيدا عندما أقول وثبوت كون الملك العادل الشافعي أشعري على مذهب الرازي المثبت في أساس التقديس، لأنه لو لم يكن على هذا المذهب فكيف يتقبل هدية فيها كفر وإلحاد والسحر وخرافة وشرك وردة وشعوذة وشعبذة كما يتهم التيمية وكما يقول التيمية عن كتب أهل الكلام وعن كتب الأشاعرة وعن كتب التقديس والتنزيه؟ كيف تقبل الملك هذه الهدية وهي فيها الكفر وكل الكفر وصريح الكفر كما يدعي ابن تيمية؟ هذا هو القصد من الكلام. إذن لا يوجد أي واقعية لمدح الملك العادل بلحاظ المذهب، بلحاظ المعتقد، بلحاظ الاعتقاد، لأنه بلحاظ الاعتقاد فهو على ما يعتقد به الرازي، فهو من أهل التنزيه والتقديس.